is buckling under the weight of the Syrian crisis. 18 مليون سوري يعيشون في الفقر والبؤس. بهذه الكلمات افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤتمر المانحين. أزمة إنسانية تتزايد يوميا مع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا، فالمنظمات الدولية باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية لكل ضحايا الصراع في سوريا. مؤتمر المانحين يسعى لجمع 8 مليارات و400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإغاثية للشعب السوري والبلدان المستضيفة للاجئين. الاتحاد الأوروبي تعهد بمضاعفة مساعدته لسوريا لتصل إلى نحو 1,100,000 يورو، والولايات المتحدة تعهدت بتقديم 507 ملايين دولار، أما الكويت فتبرعت بمبلغ 500 مليون دولار. الحكومة الألمانية بدورها تعهدت بتقديم مساعدات جديدة بقيمة 255 مليون يورو. السعودية ستقدم أيضا 60 مليون دولار إضافية و90 مليون دولار أخرى من المستحقات السابقة. أما دولة الإمارات تعهدت بتقديم 100 مليون دولار. الدول المستضيفة طالبت المانحين بتقديم الدعم لها، فالأردن قالت إنها تحتاج إلى 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين. أما لبنان فطالبت بتمويل خطة قيمتها 1 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضيها. أعداد اللاجئين السوريين وصل إلى 4 ملايين. الأزمة الحالية حرمت 600,000 طفل نازح ومليون طفل داخل سوريا من التعليم، كما أن أكثر من 5 ملايين سوري محرومون من المساعدات رغم حاجاتهم الملحة إليها، إضافة إلى 500 سوري ماتوا غرقا هاربين من جحيم الصراع في بلادهم. المؤتمرات المتعاقبة عجزت حتى الآن عن حل الأزمة السياسية في سوريا أو حتى حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي عصفت بالسوريين، فحجم المأساة أكبر من كرم المانحين بكثير.